ال most commonly هو non-specific infection, وممكن ايضا ممكن ايضا it is يكون ما related to the infection due to exposure to environmental factors, كان يكون dry cold air, smoke fumes at workplace. زين ممكن كل هذه تعمل لنا what we called acute pharyngitis. طبعا الفارنجايتس خاصه الاكيوت تايب الباثولوجيكال تشينجز عاده involve the oropharynx, ولهذا نشوفها during examination. بس هذا ما يمنع انه ممكن الانفلاماتوري كونديشن extend to involve the nasopharynx and hypopharynx. بس هي عاده كل الفارنجايتس involve the oropharynx, ولهذا بالexamination راح نشوف الفايندينج او الباثولوجيكال تشينجز during examination. بالنسبه للايتيولوجي مثل ما حكينا هي نان سبيسيفيك, هم اللي فايرال, تقريبا نصف الحالات due to viral upper respiratory tract infection اذا تذكرون الكومن كولد الكوز ماله هو ادينو فايروس راينو فايروس. فالاكيوت فارنجايتس النان سبيسيفيك تايب والغالبيه من عندها تقريبا نصف الحالات هي viral in origin والموست كومن هي ادينو اند راينو فايروس. يبقى النصف الثاني قسم من عنده يكون بكتيريال وعاده يكون ستربتوكوكال, عاده يكون ستربتوكوكال بس هذا ما يمنع انه other microorganism ممكن involve اللي هي نيموكوكال هيموفيلاس, بس هي الموست كومنلي ستربتوكوكال. يبقى بس 30% مثل ما حكيتوا it is not infectious, not due to infection, مثل ما حكينا due to exposure to environmental factor مثل ما قلنا cold air exposure, exposure to fumes او smoke, irritation at workplace, او ممكن due to endogenous irritation كان يكون post nasal drip بحالة sinusitis, او due to reflux from the stomach بحالة الجرد اللي هو gastroesophageal reflux. طبعا عادة اللي تكون due to non-infectious cause عادة تاخذ مسار chronic, يعني عادة من الأكيوت تتجه باتجاه الكرونيك, خاصة إذا الأندرلاين كوز ما تعاملناها بصورة صحيحة وبقى المريض يتعرض لهذه الانفيرومنتال فاكتور. نجي على السيمتومز. حكينا بالبداية أنه الفارينكس معناته بلعوم, هو من اسم بلعوم مسؤول عن البلع عن السولوينج. فأي بروبلم in the pharynx البرزنتيشن ماله راح يكون يعني لوجيك أكثرية الباثولوجي اللي affect the pharynx البرزنتيشن ماله راح يكون إما sore throat, إما راح يكون dysphagia, وإما راح يكون adenophagia. يعني إما راح يكون sore throat زين أو راح يكون dysphagia صعوبة البلع أو ألم أثناء البلع اللي هي الأدينوفاجيا. هي تقريبا أكثرية الـ presentations of the diseases that affect the pharynx. فبحالة الأكيوت فارنجايتس إذا كان الـ infection أو الـ cause هو simple exposure to cold air أو smoke أو fumes, المريض راح يعاني من just simple irritation in the throat, mild sore throat زين و mild pain during swallowing. أما إذا كان infective خاصة بحالة ال common cold, إذا أنتم كلتنا كنصرنا common cold وممكن ال infection involve the pharynx, فالمريض راح يعاني من ال general symptoms اللي هي fever, malaise وأنوركسيا, واللوكال manifestation اللي هي مثل ما حكينا راح يعاني من dysphagia وأدينوفاجيا صعوبة البلع مع ألم خلال البلع. هذا فيما يخص the presentation of acute pharyngitis. هاي acute pharyngitis مثل ما حكينا non-specific, يعني the causes مالتها multiple not due to specific type of microorganism. بالنسبة لل examination مثل ما حكينا هي ال most common part of the pharynx involved هي the oropharynx. So during examination راح نشوف اكو redness, اكو congestion involving the oropharynx, involve the uvula, soft palate, ال pillars of the pharynx, التونسل, البوستيريور فارنجيال وول, كله راح نشوف بيها ريدنس او كونجيشن. وايضا اذا كانت بكتيريال ممكن راح نشوف ميوكوباس او بيورلنت سيكريشن كفرينج ذيس انفليمد ميوكوزا. من نجي نعمل اكزامينيشن للنيك راح نشوف سيرفايكال لينف ادينوباثي. طبعا خلوا في بالكم لانه ذكرته بالاكزام بالايتيولوجي انه الكوز ممكن ديو تو نيزل بروبلم ديو تو بوست نيزل دريب او جاستروسوفاجيال ريفلكس. فنحن عادة من يجينا مريض فارنجايتس لازم نحن نعمل full ENT examination, لازم نفحص النوز حتى نعرف إذا كان المريض يعاني من sinusitis وأكو post nasal drip لازم نتعامل معاها حتى ننهي شغلة post nasal drip وبالتالي تنتهي مشكلة الفارنجايتس. ولهذا من نحكي أنه مريض يعاني من problem related to specific part مثلا nose
throat أو ear لازم بعد ما نخلص ال primary organ which affected complete the examination by examining the other part. زين. التريتمنت هو سيمتوماتيك. التريتمنت عادة هو سيمتوماتيك. المريض نقول له شوية ترتاح bed rest plenty of warm fluid. زين. إذا كان نتوقع أنه ال cause due to environmental factor لازم نحاول نعمل له control كان يكون stop smoking avoid exposure to cold air وهكذا. المريض يعاني من pain قلنا during swallowing نعطينه analgesia إما paracetamol ibuprofen أو lozenges اللي هي مرطبة وبها local anti العفو local analgesic effect. إذا شفنا أنه المريض عنده mucopus أو purulent secretion يتوقع bacterial infection لا ضير أنه نوصف له systemic antibiotic to control the bacterial infection. هذا فيما يخص الـ acute non-specific pharyngitis. قلنا أكو acute وقلنا أكو chronic. الـ chronic هو يأخذ مثل ما حكينا other يعني other pathway according to the cause. وعادة هو يكون low grade problem يعني الـ manifestation تكون severity ماله ما مثل severity مال acute pharyngitis. هو chronic low grade problem. عادة نشوف معاها irreversible changes in the lining mucosa of the pharynx. فمثلا إذا بالمحاضرة الأناتومي اللي أعطاكم إياه أستاذ سعد تذكرون أنه أكو فد scattered إذا كنا أخذتم الوالديرز رينج من ضمن البارتس ماله أكو scattered lymphoid tissue in the posterior pharyngeal wall. بالكرونيك pharyngitis هاي lymphoid tissue ممكن يصير بها hypertrophy وتبين كgranular appearance تسمى granular pharyngitis. تنطي تسمية الجرانيولر فارنجايتس. شوفوا هاي الصوره الاولانيه اللي فوق شوفوا البوستيرير فارنجيال وول الليمفويد تشو اندر وينت هايبرتروفي اند جيف ذا جرانيولر ابييرنس وهذا الابييرنس نحن نطلق عليه جرانيولر فارنجايتس واللي هو تايب من الكرونيك فارنجايتس. نفس الفكره اذا البوستيرير فارنج اذا تتذكروا محاضره الاناتومي بالاتاين تونسل بينو انتيرير بيلر وposterior pillar هو البلاتين تونسل هو فد aggregation of lymphoid tissue يقع بالأوروفارينكس محاط anteriorly by anterior pillar اللي هي glossopharyngeous muscle وposteriorly اللي هي palatopharyngeous muscle. فمرات الposterior pillar حالة chronic pharyngitis underweight hypertrophy وتتحول إلى فد prominent band يسموها lateral pharyngeal band تكون prominent مثل ما هتشوفون هون بهد الصورة الأسفل this part and this part on either side of the oropharynx this is called the lateral pharyngeal band واللي هي تكون نتيجة الهايبرتروفي of the posterior tonsillar pillar. هاي من ضمن ال features اللي نشوفها during examination of patient complaining from chronic pharyngitis. فالchronic pharyngitis تكون low grade problem من نقارنة بالacute pharyngitis. طبعا ليش المريض يعاني أو يتحول من acute إلى chronic؟ إذا المريض ظل يعاني من recurrent attacks of acute pharyngitis زين راح يتحول من acute إلى chronic. أو إذا المريض عنده acute pharyngitis وما تعالج بصورة صحيحة وبقى عنده inflammation ممكن راح يتحول إلى chronic pharyngitis. هاي واحدة. تذكرون بالacute قلنا إذا كان etiology of acute pharyngitis هو non-infection non-infectious cause عادة يأخذ مسار الكرونيسيتي. السكند etiology ممكن يكون irritant إما endogenous أو exogenous. endogenous معناته هو داخل البادي كان يكون مثل ما حكينا post-nasal drip أو gastroesophageal reflux أو إذا كان أكو nearby infection ما كان يكون dental sepsis. هذه تدخل ضمن تسمية endogenous irritant اللي ممكن تعمل الكرونيك فارنجايتس. أما الإكسوجينوس إيريتنت مثل ما حكينا at workplace ممكن المريض يتعرض إلى smoke, fumes, cold air, dry cold air. فبالتعرض المستمر هل إكسوجينوس إيريتنت ممكن المريض يتحول من الأكيوت فارنجايتس للكرونيك فارنجايتس. البرزنتيشن مثل ما ذكرنا هي low grade problem. Severity of the symptoms تكون أقل من الأكيوت وطبعاً بالأكيوت قلنا أكو فت systemic manifestation fever والماليز والأنوركسيا هاي ما موجودة بالكرونيك فارنجايتس. just the patient complain from discomfort in the throat أو
يحس اكو فد فورم بودي سنسيشن ان ذا ثروت، وهذا يخلي المريض شويه خاصه الفيميل او الانكشس بيشنت يفكر انه لا يكون عنده فد اندرلاينج سيريس بروبلم فير فروم مالجنسي، هاي وارده جدا بحاله الكرونيك فارنجايتس. او المريض يعاني من كرونيك يسمونه كرونيك ثروت كلينينج، دائما يحاول ينظف البلعوم مالته، يحاول دائما يسموها كرونيك ثروت كلينينج. هاي كلتها ممكن نشوفها بالمريض اللي يعاني من الكرونيك فارنجايتس. اذا نجي نفحص مثل ما ذكرنا ممكن نشوف ريفرسبل تشينجز مثل ما حكينا بوستيرير فارنجيال وول نشعك هايبرتروفي اوف ذا لينفويد تشو يسموها جرانولار ابييرنس وذ ذا بروميننت اوف لاترال فارنجيال باند، هذا بحاله الهايبرتروفيك تايب. بس اكو سمبل كاتارال تايب اللي هو جاست تقريبا الابييرنس ماله تشبه الاكيوت فارنجايتس، اكو فد ريدنس وكونجيشن بالميوكس ممبرين اوف ذا اوروفارينكس، وممكن نشوف ايضا نتيجه الكرونيستي اليوفيلا الونجيتد. زين هاي ممكن نشوف الكاتارال تايب وممكن نشوف الجرانولار تايب. بالنسبه للتريتمنت اهم شيء احنا نعرف الاندرلاينج ايتيولوجي حتى، لانه هي كرونيك كونديشن، اذا ما عرفنا الاندرلاينج ايتيولوجي راح تستمر الكرونيستي اوف ذا بروبلم. فاذا كان المريض يعاني من بوست نيزل دروب ديو تو ساينس بروبلم لازم نتعامل معها، اذا كان المريض يعاني من ريفلكس مستمر لازم نتعامل معانه، اذا المريض عرفنا انه المكان اللي يشتغل بيها يتعرض الى انفايرمنتال فاكتور لازم نحاول كنترول ذيس فاكتور حتى نقلل من الاندرلاين كوز، وبالتالي الكونديشن جيت امبروف جرادوالي. بالنسبه للكومبلين المريض يعاني من اريتيشن وديسكومفورت ان ذا ثروت ممكن نعطيه سوثينج لوزنجز او جارجلز تو ديكريز ذيس ديسكومفورت. اهم شيء المرضى اللي يخافون من مثل ما ذكرنا عندهم فد ثوت انه ذير از ا سيريس اندرلاينج بروبلم كان يكون مالجنسي، بعد ما نعمل فول اكزامينيشن ونتاكد انه ماكو بالفعل اي سيريس بروبلم ري اشور ذا بيشنت ذات ذير از نو فير فروم اندرلاينج سيريس بروبلم. هذا فيما يخص الكرونيك فارنجايتس، فعندنا الاكيوت اخذنا والكرونيك، هذول اثنين نون سبيسيفيك فارنجايتس. عندنا فد انتيتي بالفارينكس تسمى ممبرينوس فارنجايتس. ممبرينوس فارنجايتس هو انفلاميشن اوف ذا فارينكس وذ ذا فورميشن اوف ممبرين كفرينج ذا افكتد ميوكوزا، بها كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا ايتيولوجي. هاي مهم تعرفوها، يعني من نحكي انه ممبرينوس فارنجايتس نقسمها according to the etiology اما viral واما bacterial واما fungal واما spirochetal infection واخر شيء عندنا blood disease. بالنسبه للviral راح من كل وحده راح ناخذ example ونحكي عليه. بالنسبه للviral infection عندنا في شيء entity يسمونه infectious mononucleosis او يسمى glandular fever، هذا viral infection causing pharyngitis with the formation of membrane covering the affected mucosa. إذا bacterial عندنا two examples، واحدة الدفثيريا specific infection، طبعا هذولي هم specific pharyngitis لأنه caused by specific type of microorganism، على عكس الأكيوت pharyngitis اللي حكينا عليه قبل شوية ممكن تكون viral bacterial أو non-infected. بالنسبة للفنجل عندنا candidiasis due to candida albicans، spirochetial due to spirochetes anaerobe spirochete اسمه بوريليا فينسنتاي، تعملنا في الشيء نسمينه فينسنت انجينا، فينسنت انجينا راح نحكي عليها. بالاخير عندنا فد بلاد ديزيزز ويتش افكت ذا بلاد كومبوننت اللي مسؤوله عن الاميونيتي، هذه ممكن بريديسبوز بيشنت تو ديفلوب فارنجايتس وذ فورميشن اوف ممبرين، كان يكون اجرانولوسايتوسيس، المرضى اللي يعانون من اجرانولوسايتوسيس whatever the cause اما primary او due to medications يعانون من leukopenia. تعرفون انتم الوايت بي سي مهمه to control the infection as a defense mechanism for the body، فاذا كان اكو leak او العفو leukopenia او decrease in white bc count هذا المريض راح predispose to develop pharyngitis with the formation of the membrane. نفس الفكره بالنسبه للوكيميا، اللوكيميا there is suppression او decrease in all a blood component من ضمن ال white BC، وهذا ايضا يخلي المريض predisposed to develop membranous pharyngitis. نجي على اول
example of membranous pharyngitis or infectious mononucleosis او يسمونه glandular fever. glandular fever glandular fever لانه المريض يعاني هو واحده من يعني المين فيتشر انه المريض يعاني من فيفر. glandular جت من generalized lymph adenopathy all over the body يعني المريض يعاني من lymph adenopathy enlarge of the lymph node all over the body. It is a generalized condition. It is a generalized condition which can cause pharyngotonsillitis. مثل ما حكينا. It is a generalized disease. يعني هي ما disease confined to the pharynx. It is a systemic problem which cause pharyngotonsillitis. The etiology مالتها هي viral due to what we call Epstein-Barr virus. The etiology of infectious mononucleosis is due to what we call Epstein-Barr virus. هذا الفيروس السبريد ماله يكون عن طريق الدروبليت ترانزميشن مثل الكورونا زين عن طريق الدروبليت ترانزميشن. فالانفكشن راح يصير من الشخص يستخدم ادوات المريض كان يكون جلاس الصحن المعلقه اللي ياكل بيها المريض ممكن التوث بيست هاي التولز البيرسونال تولز اوف ذا انفكتد بيشنت اذا استخدمها شخص اخر ممكن جيت ذا Infection. طبعاً الإبشتاين بار فيروس ما بينه أي فاكسين والشغلة المهمة بينه هو prevention better than the treatment. prevention أنه يعني الشخص يبتعد عن استخدام personal items of other people. زين هاي مهمة. بالنسبة لل presentation patient اللي get the infection طبعاً أول ما يصير الإنفكشن الفيرال راح يصير بينه viral replication in the oropharynx. زين ولهذا المريض بالبداية يجي with pharyngotonsillitis. بعدين الاميون ريسبونس راح يشتغل راح الفيرال يتحول يأفكت the lymphocyte beta B lymphocyte وراح spread to the other part of the body ولهذا المريض يعاني من generalized lymph adenopathy in the neck, in the axilla, in the inguinal region وأيضا قسم من المرضى develop hepatosplenomegaly. زين البرودرومال بيريود المريض بعد ما يدخل الفيروس داخل البادي راح يدخل بالبرودرومال بيريود بين الأربعة تيام إلى 2 ويكس بعدين راح تبدي السيمتومز مثل ما حكينا اسمه جلاندولا فيفر فريبزنتيشن هي سيستميك مانيفستيشن أول وحدة وأهم وحدة هي الفيفر هيديك ماليز أنوركسيا بعدين المريض راح يعاني من سور ثروت ديو تو الفارنجايتس والفارنجو تونسيلايتس بالإضافة للديسفيجيا والأدينوفيجيا. إذا نيجي نعمل examination للمرضى اللي نتوقع عندهم infectious mononucleosis نحن دخلناها ضمن الـ disease اللي تعمل membranous pharyngitis فراح نشوف features of pharyngitis there is redness و congestion in the mucosa of the oropharynx زين وممكن نشوف الـ infected mucosa covered by a plaque أو membrane of pus and exudate مثل ما تشوفون بالصورة زين التونسلز مثل شو التونسلز كفر طبعا ما بس التونسل ممكن الاوروفارينكس كلته بس باي صوره التونسل كفر باي ا بلاك اوف باس اند اكسوديت وممكن ايضا نشوف بيتيكيال راش او هيموريج بيتيكيال هيموريج انفولفينج ذا سوفت بليت هاي من ضمن علامات اللي نشوفها ان انفكشوس مونينيكلوزس هاي بالاورو فارينجيال اكزامينيشن. طبعا التونسلز ممكن الانفلاميشن مالتها يكون سيفير بحيث تكون لارج ووحده تخلخ يسموها كيسينج تونسل وممكن ايضا تعمل لنا فد بروبلم اوف ريسبيراتوري ديستريس ممكن المريض ايضا يعاني فد من ريسبيراتوري بروبلم. اذا نيجي نفحص النيك راح نشوف عنده المريض بايلاترال انلارج ليمف نود نفحص الاكزيلا مثل ما حكينا نفحص النيجوان راح نشوف انه المريض يعاني من جنرالايز بايلاترال ليمف ادينوباثي. 50% من المرضى اذا نفحص الابدومن راح نشوف عندهم اورجانوميجالي اللي هي السبلين والليفر ولهذا during treatment وحده من instruction نعطيها المريض avoid contact sport حاول تتجنب الرياضات او المكانات المزدحمه خوفا من انه لا يتعرض الى blunt trauma وسبلينك رابتشر وتتحول الى فد serious problem. هذا فيما يخص الكلينيكال examination. الانفستيجيشن حتى نتاكد انه هذا المريض هو انفكشوس مونونيكليوسس دز المريض فول بلاد فيلم راح نشوف اكو اتيبيكال ليمفوسايت طبعا المريض يعاني من ليمفوسايتوسيس يعني ليمفوسايت عدده اكثر من الطبيعي
واللينفوسايت بحد ذاته هي اتيبيكال ابييرنس مثل ما تشوفون بالصوره، تكون لارج وتكون ايريجولار نيوكلياي. ايريجولار نيوكلياي يسموها اتيبيكال لينفوسايت ان ذا بلود فيلم. هذه مع البرزنتيشن زيدنا سسبشن اوف the possibility of glandular fever. أو in this marine fossilology to detect the antibody that act against the virus يسمونه هيتروفيل antibody. هذا التست يسمى monospot test، يكون positive in 90% of the conditions. بعد ما شخصنا التريتمنت الحالة نجي على التريتمنت. طبعا ال infectious mononucleosis is a self-limiting condition، يعني بدون التريتمنت ما يحتاج تريتمنت، هو المريض راح تدريجيا يتحسن، تقريبا ياخذ من اسبوعين الى اربع اسابيع. بس مرات الجنرالايز ويكنس الفاتيجابيلتي المريض النحول مالته يستمر فور مانس. فالتريتمنت هي سبورتيف نوت سبيسيفيك جاست سبورتيف. اول شيء نقول المريض بيد ريست بلنتي اوف فورم فلويد، لانه ده المريض يعاني من فيفر وعنده ديسفيجيا وادينوفيجيا، فالاورال انتيك ماله تقل، فلا نخاف لا يصير ديهايدريشن. فنشجع المريض ياخذ plenty of warm fluid. نطعينه antipyretic و analgesic to decrease the pain and the fever. زين قلنا ممكن انه الإديما والفارنجال congestion يكون enough to interfere with the breathing ويعملنا starter. فبهالحالة ممكن ننطي المريض dose of corticosteroid، كان يكون hydrocortisone او decadron، حتى نقلل من ال degree of inflammation ونقلل من ال possibility of respiratory embarrassment. إذا كان أكو super added secondary bacterial infection اللي نقلنا هو viral، فممكن يكون super added bacterial infection موجود إذا شفنا ميوكو بس بالexamination، لا ضير أنه نضيف antibiotic. بس هون نقطة مهمة خلوا في بالكم، infectious mononucleosis تدخل ضمن differential diagnosis of acute tonsillitis. ممكن إذا ما دزينا investigation وما خلينا في بالنا infectious mononucleosis، خاصة إذا الexaminer just يعني يركز بالإكزامينيشن على الأوروفارينكس بدون ما يعمل إكزامينيشن of the neck of the axilla in the inguinal region الأبدومين، حتى نتأكد لا يكون عنده هيباتوسوبلينوميجري والجنرالايزد لنفادينوباثي، وعطيناه التريتمنت كأكيوت تونسيلاتس اللي هي البنسلين، المريض إذا كان infectious mononucleosis راح يعاني من بتيكير راش all over the body. فالانتم بالنسبة لكم في يوم من الأيام إذا شخصت المريض عنده acute tonsillitis وعطيتمه treatment antibiotic penicillin أو amoxicillin وصاغ راش، ممكن تخلون ببالكم أنه cause of rash due to allergy to penicillin، بس ممكن لازم تخلون في بالكم لا يكون هذا المريض wrongly diagnosed as acute tonsillitis ولا هو infectious mononucleosis. زين هذا فيما يخص التريتمنت، مثل ما حكينا not specific treatment is supportive. Just encourage fluid intake, analgesia, antipyretic with addition of antibiotic إذا كان أكو secondary bacterial infection. هذا فيما يخص الفيرال pharyngitis. Bacterial cause of membranous pharyngitis قدنا عنا two examples اللي هو الدفثيريا والacute tonsillitis. بالنسبة للدفثيريا هو في the specific infection which affect the pharynx. هذا التايب هو specific لأنه الكوزز مالته is due to كوراني بكتيريا diphtheria. زين طبعا هو بالdeveloped country تقريبا اختفى. It is very rare disease in developed country. وإذا صارت حالات فهي sporadic، بس موجودة diphtheria موجودة بالdeveloping country، خاصة immunization program إذا كان poor. زين فالdephtheria دا نشوفها بالdeveloping country، بينما بالdeveloped country due to good strict immunization program تقريبا الدفثيريا انتهى. طبعا الدفثيريا بالعربي هو اسمه خناق، لانه الانفكشن ممكن يعمل congestion و inflammation بالاوروفارينكس لدرجة انه ممكن المريض يختنق ويعاني من respiratory distress، من هون جت تسمية الخناق. زين الفئة المستهدفة بهذا الفيروس، الفئة المستهدفة بهذا الفيروس هو البيدياتريك ايج جروب، تقريبا سنتين ثلاثة الى اربع سنوات. زين مثل ما حكينا life threatening condition والمورتاليتي ريت مالته تقريبا 10%. كلينيكلي بعد ما الفيروس يدخل داخل البادي اكو انكيوبيشن بيريود تقريبا 4 days، بعدين المريض راح يبدي يعاني من generalized features اللي هي fever malaise anorexia look ill toxic. طبعا المريض راح تشوفونه look ill toxic، تمام fever بس الفيفر يعني ما كثير تكون عالية،
تكاد تصل 38 ما أكثر، يعني 39 تصل أو لا. ليش؟ لأن الكوراني بكتيريوم دفتري بحد ذاته كمايكرو أورغانيزم ما يكون قوي، يكون ضعيف. بس هو هذا الكوراني بكتيريوم دفتري المشكلة ماله أنه produce a powerful dangerous exotoxin. هذا الإكسوتوكسين هو المشكلة اللي بينه، لأنه يكون cardiotoxic ويكون neurotoxic ويعمل لنا فد serious complications. مثل ما حكينا بعد ما يصير أكو فد general manifestation of fever ill toxicity، المريض راح يعاني من sore throat, dysphagia, odynophagia. وإذا كان inflammation severe enough to cause edema of the oropharynx والupper airway، المريض راح يدخل respiratory distress. زين، إذا نيجي نعمل examination للpatient oropharyngeal examination، راح نشوف أكو فد congestion بالoropharynx. طبعاً ال inflammation ممكن involve the oropharynx، ممكن extend to the nasopharynx أو للhypopharynx. الكاركترستيك مالته أنه راح نشوف، لأنه دخلناه ضمن الممبرينس فارينجايتس، راح نشوف formation of membrane. هذا الممبرين بينه كرايتيريا، أولاً يكون unilateral زين و covering the tonsil و the surrounding structure، يعني ممكن extend to soft palate للoropharynx للhypopharynx للnasopharynx مثل ما حكينا. زين، يكون grey dirty in color offensive in الأودر مال يكون offensive. ليش؟ لأنه أصلاً هذا هو slough of necrotic tissue، إذا جينا نحاول نشلعه راح جوانه راح تبين فدرو area with bleeding، وبعد ما نشيله راح يرجع يتكون regrowth أو regenerate rapidly. زين، فهاي الكرايتيريا of the membrane in case of diphtheria. إذا نيجي نعمل examination للنيك راح نشوف المريض يعاني من cervical lymphadenopathy، وتكون big enough بحيث تطعي فد classical appearance يسمونه bull neck appearance. bull neck appearance. زين، مثل ما حكينا إذا كان الانفلاميشن سيفير إناف ممكن يسد لنا الأبر إيروي والمريض يدخل بالرسبيراتوري ديستريس. الانفستيجيشن شفنا بالبرزنتيشن أكو فد فيتشرز تعلينا سسبشن أوف ديفثيريا بالإكزامينيشن، شفنا الممبرين والكرايتيريا مالته. نجي ناخذ بارت أوف دي ممبرين وندزه فور سواب، ناخذه وندزه فور إكزامينيشن and culture. بالإكزامينيشن أكو فد appearance of coronary bacterium diphtheria، إذا تذكرون بالبكتيريولوجي أنه الأرنجمنت ماله يكون perpendicular to each other، ينطينا فد يسموها Chinese letter appearance مثل ما تشوفون بالصورة. هذا يزيد لنا suspicion of diphtherial infection، والأفضل أنه السواب يندس for culture in special media، وإذا صار بينه growth هذا ويتأكد أنه المريض يعاني من الدفتيريا. طبعا هو contagious very contagious disease، فمن الشخص المريض لازم hospitalization و isolation، ندخله بالحميات، واهم شيء secure the airway اذا كان اكو respiratory distress. بعدين نحن حكينا انه المايكرو اورجانيزم المشكله بينه انه ينتج لنا فد powerful exotoxin، فلازم نعطينه antitoxin حتى نقلل او abolish the effect of this exotoxin. طبعا الدوز تختلف على حسب ال severity of the presentation. بالإضافة ننطي antibiotic، هو الكوراني بكتيريوم دفتري ممكن killed أو controlled by simple micro or simple antibiotic. مثل ما حكينا هو ضعيف ما كثير قوي، فممكن ال simple penicillin، أو حتى المريض يعاني من allergy ممكن erythromycin ننطينه ونحصل على control of the infection. The complications of diphtheria مثل ما حكينا إذا كان أكو edema or infection يكون severe enough to obstruct the upper airway راح المريض يعاني من respiratory distress. هذا الاكسوتوكسين يكون مثل ما حكينا cardiotoxic وneurotoxic، فممكن المريض يعاني من myocarditis والneuritis. Neuritis ممكن involve النيرف اللي supply the soft palate، والمريض يعاني من paralysis of the soft palate. هذا فيما يخص complications of the diphtheria. فالديفثيريا تقع ضمن الاتيولوجي اوف ممبرينس فارينجايتس، واللي هو بكتيريال سبيسيفيك انفكشن اوف ذا فارينكس. الفانجل كوز اوف ممبرينس فارينجايتس مثل ما حكينا يسمى كانديدياسيس، التسميه الاخرى لها هي مونيلياسيس او اورال ثراش. الديفينيشن مالته هو فانجل انفكشن ذات افكت ذا فارينكس، ممكن افكت ذا اورال كافيتي بالبدايه، وممكن من الاورال كافيتي يعني نشوف انه الفنجل بلاك او ممبرين كفرينج ذا تونغ، السوفت باليت،
بعدين ممكن يصير رينو اكستنشن تو انفولف ذا اوروفارينج، ممكن ينزل لنا على الهايبوفارينج او حتى على اللارينج. طبعا المرضى اللي بريديسبوز فور كانديدياسيس اكو فد كرايتيريا فور بريديسبوزينج تو مونيدياسيس او كانديدياسيس. رقم واحد هم سيريسلي ill and depleted patient، المرضى اللي الاميونيتي مالهم تكون قليله مثل حاله الدايابيتس او حاله الاتش اي في انفكشن، او المرضى اللي يعانون من كرونيك ايلنس مثلا رينال فيلير. هذول عاده الاميونيتي مالتهم تكون لو. فالكانديدا هو تايب من الاوبورتونيستيك انفكشن، من نوعيه المايكرو اورجانيزم اللي انتهازيه تنتهز فرصه انه الاميونيتي قليله فيصير الكانديدياسيس. بالاضافه مرضى اللي يلبسون دينشر وما يعتنون بها، ما يعملون بها ريجولار كليننج، ممكن يصير كانديدا انفستيشن بلو ذس دينشر. ممكن المرضى اللي هم اسمتك ويستخدمون كرونيك يوز اوف ستيرويد انهيلر، تعرفون الستيرويد كرونيك يوز اوف ستيرويد ممكن يقلل لنا اللوكال اميونيتي بالاوروفارينكس بريدسبوز تو كانديدياسيس. ايضا prolonged use of systemic antibiotic نفس الفكرة، ال prolonged use of antibiotic ممكن يؤدينا إلى candidiasis لأنه يقتلنا normal flora بالoral cavity، وبالتالي ال opportunistic candida albicans راح يصير بها growth وتؤدينا إلى ال candidiasis. ممكن مرضى إذا عندهم فد problem بالhead وneck malignancy كان يكون CA larynx أو pharynx، هالشكل مرضى واحدة من الموداليتي اوف تريتمنت ديزم فور راديوثيرابي. الراديوثيرابي بحد ذاته ممكن يقلل لنا من النورمال بارير واللوكال اميونيتي ان ذا اورال كافيتي والفارينكس، وبالتالي بريديسبوز فور مونيلياسيس او كانديدياسيس. طبعا عاده المرضى اللي عندهم كانديدياسيس ممكن يكونون اسيمتوماتيك او عندهم فد مايل سيمتوم، فعاده يكونون اسيمتوماتيك ابارت فروم مايل سورنس مايل ديسكومفورت ان ذا ثروت، ممكن يكون bad odor complaining from bad odor and bad test. إذا نيجي نعمل examination راح نشوف مثل ما تشوفون بالصورة أكو فد white a plug أو membrane covering، إذا كان بالoral cavity covering the tongue the tongue والsoft palate أو حتى involving the oropharynx. بالنسبة للinvestigation عادة الdiagnosis يكون clear clinically زين، المريض شفنا عنده فد predisposing factor اللي حكيناها. بالإكزامينيشن شفنا في دوايت ممبرين، إذا نجي كونفيرم دي دياغنوسيس ممكن ناخذ بارت أوف دي ممبرين وندزه سواب وكلتشر حتى نتأكد التايب أوف مايكرو أورجانزم واللي راح يطلع أنه كانديدا ألبيغانس. بالنسبة للتريتمنت عادة أولا لازم نعالج البريسبوزينج فاكتور، الكنترول أوف دي دايابيتس، ستوب ذا يوز أوف ستيرويد أو الأنتيبايوتيك. الشغلة الثانية ممكن نعطيهم topical antifungal agent كان يكون نستاتين، وبحالات السيفير infection أو سيفير candidiasis خاصة اللي المرضى اللي يكون immunity مالهم كلش قليلي واللي نتوقع أنه ما يستفادون باللوكال antifungal، ممكن نضيف systemic antifungal agent as fluconazole حتى نحصل control and stop the growth of this candida. هذا الفنجل اتيولوجي اوف ممبرينس فارنجايتس. نجي على الموضوع الاخر اللي هو يمكن غريب عليكم، هذوك اللي حكيناها من الدفتريا والكانديدا كنا ختمهم اتوقع في يعني بالباطنيه يجوز او بالجراحه. عندنا في توبيك يجوز اول مره تسمعون بينه يسمى فينسنت انجينا، او التسميه مالته هي الباثولوجيكال نيم هي الاكيوت نيكروتايزينج جينجيفايتس. زين طبعا الفينسنت انجينا هو سبايروكيتيال انفكشن كوزد باي ان ايروب سبايروكيت يسمى بوريليا فينسنتاي. بوريليا فينسنتاي هذا ان ايروب سبايروكيت عاده من يصير بينه انفكشن يكون توجذر وذ ان ايروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي اللي يسمى باسيلس فيوزي فورم. هذول التو مايكرو اورجانيزم عاده نشوفهم توجذر ان كيس اوف فينسنت انجينا. التسمية الأخرى للفينسنت أنجينا تسمى ترينش ماوث. ترينش ماوث ترينش هي الأنفاق اللي يعني يحفروها بالحروب. طبعا منين تجي تسمية ترينش ماوث؟ هو أول ما تشخصت الفينسنت أنجينا كانت بالحرب العالمية، الجنود
اللي بالأنفاق هذول تعرفون يبقون بساحة المعركة فترة طويلة، وعادة الـ oral hygiene of such persons يكون bad، فالـ poor oral hygiene predisposed to such type of the infection. هو مثل ما حكينا هو acute gingivitis، معناته there is acute inflammation that affecting the gum causing necrosis of the mucosa with the formation of the slough. هذا السلاف من نجي نعمل examination راح نشوفه as a membrane covering the infected mucosa، ولهذا دخل ضمن الممبرينس فرنجاس. تمام، هو affected the gum، فممكن الانفكشن extend from the gum to involve the oropharynx and the tonsil. فال vincent angina نشوفها بالمرضى اللي يكونون depleted with bad oral hygiene. زين، المريض عادة يعاني من pain in the gum وbleeding مع bad odor، لأنه أكو necrosis of the tissue with the slough. عادة هذا السلاف يكون bad odor، fishy odor، فالمريض يعاني من bad odor وbad test. بالexamination راح نشوف أكو inflammation مثل ما تشوفون بالصورة، أكو inflammation of the gum و easily to bleed on touch، وراح نشوف أكو فد ulceration covered by slough ده تشوفوه هوني بالوسط أي مكانات. هاي المكان يسموها interdental papillae، بهالمكانات between the teeth راح نشوف هذا ال ulceration وcovered by slough، ومثل ما ذكرنا هذا slough يكون فد bad odor fishy، يسمى يعني يوصفونه fishy odor. زين، بالأورال إكزامينيشن نشوف نفسه هذا السلاف extend to involve the oropharynx and the tonsil. طبعاً النيك إكزامينيشن راح نشوف أكو bilateral cervical lymphadenopathy. To confirm the diagnosis نأخذ هذا السلاف وندزه for direct examination or for cultural sensitive for culture حتى to confirm the responsible microorganism. The treatment لأنه المرضى هم depleted with poor oral hygiene لازم control the underlying cause، نعدل من immunity of the patient، وأيضا improve the oral hygiene of the patient، encourage the patient to rinse the oral cavity with antiseptic solution، نحاول debridement تعمل الاسلاف حتى نقلل من load of the infection. بنفس الوقت ممكن نعطي المريض analgesic to decrease the discomfort and the pain. أيضا نعطي المريض antibiotic to control the anaerobic infection، قلنا الاسبايروكيت هو anaerob، وايضا الاسوشيتد جرام نيجاتيف باسيلاي اللي حكينا عليها ايضا anaerob، فننطي antibiotic to act against the anaerob اللي هو الميترونيدازول او الفلاجيل to control the infection. هذا فيما يخص الفينسنت انجينا. فالفينسنت انجينا مثل ما حكينا نشوفهم بالdepleted patient with poor oral hygiene، هو عاده involve the gum بس ممكن extend to the oropharynx and tonsil and involve this area with inflammation and formation of the membrane covering the affected mucosa. هذا فيما يخص السبايروكيت. قلنا انه ال blood disease ال type of blood disease which cause membranous pharyngitis هي granulocytosis واللوكيميا، وذكرنا الاسباب اللي تؤدي للفارنجيتس والفورميشن اوف ذا membrane. مهم جدا تعرفون الممبرينس فارنجيتس الديفرنشال دايجنوست مالتها وكل وحده الكرايتيريا مالتها. عندنا بالنسبة لنا في الموضوع صغير اللي هو stomatitis with syndromes that affect the oral cavity and the pharynx. بالنسبة للstomatitis راح أخذ one example هو كلش common يسمى aphthous ulceration. طبعا الaphthous ulceration عندنا two type of aphthous ulceration، هو type من stomatitis that affect the oral cavity. عادة نشوف الaphthous ulceration بال buccal surface of the cheek أو the inner surface of the lip، او حتى ممكن نشوفه بالباليت. عندنا تو تايبس، الماينر والميجر. طبعا الماينر هو الموست كمان، الميجر عاده ما نشوفه كثير، اكو مرضى معينين نشوف الميجر. راح نحكي اشنو الماينر واشنو الميجر. باي ديفينشن الافثس السر هو ريكرنت اورال السريشن، عاده يكون بينفول اند نون كونتاجوس، يعني ما معدي. ليش؟ لانه الاندرلاينج ايتيولوجي لحد الان ما معروفه. اكو فد hypothesis، قسم من ال hypothesis تذكر أنه it is the underlying mechanism هي immunological، قسم يقولون hormonal أو local trauma nutritional deficiencies. أكو كثير explanations بس يعني exact etiology is unknown. فالdefinition هو recurrent benign non-contagious ulceration that affect the oral cavity. إذا بقى ulceration طبعا عادة
الماينر تايب يبقى بحدود ال 7 to 10 days، وحتى الميجر تايب ممكن يبقى 1 month بعدين يصير بينه هيلينج وديسكار. بس اذا صار persistent افلس ulceration او recurrent افلس ulceration لازم نخلي بالنا two things. رقم واحد we should exclude HIV infection خاصة بال young age group. اما بالelderly لازم نخلي في بالنا you should exclude malignant underlying cause. فالpersistent ulceration of the oral cavity اذا بقى او تكرر بصورة مستمرة فلازم we should exclude these two underlying possible etiology. نجي للpresentation. المرضى عادة المرضى عادة يعانون من أفلس ulceration. راح نشوف أنه بالبداية راح نشوف أكو small vesicle. هاي الفيزيكل راح يصير بيها rupture. من صار rupture راح تعوف لنا مكانه ulcer. هذا الألسر يسمونه punched out ulcer. أكو الشيب مال الألسر يختلف على حسب الunderlying cause. punched out ulcer معناتها الإيدج of the ulcer هو in right angle with the base. مثل ما واحد أخذ فد خزعة من مكان وترك ال 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 المكان punched out ال edge مالته تكون at the right angle with the base. هذا أقصد بينه ال punched out ulcer. طبعاً covered by slough مثل ما تشوفون covered by white slough وال edge مالته راح نشوف أكو erythema. زين هاي classical appearance of افلس ulceration. ما أتوقع أكو واحد من عندكم ما تنصاب في يوم من الأيام افلس ulceration. زين طبعا مثل ما ذكرنا تكون painful very painful. زين تبقى حدود 7 to 10 days بعدين يصير بيها healing spontaneous يعني self limiting condition. من حالة راح تاخذ الوقت مالتها 7 to 10 days بعدين راح يصير بيها resolution. الماينر تايب هاي الكرايتيريا مالها تكون small عادة ما تصل 1 سنتيم تكون multiple. المريض اللي affected يكونوا immune competent وتاخذ 7 to 10 days to heal without leaving any scar. أما الميجر تايب من اسمه ميجر يعني سايز ماله تكون big عادة تكون single أو two. السايز ماله عادة أكثر من 1 سنتيم 1 to 2 سنتيم تبقى فترة أطول ما بسبعة أيام أو 10 أيام ممكن تبقى for 1 month ومن يصير بيها healing راح تعوف سكار راح تعوف سكار. زين عادة التريتمنت هي self limiting condition فالتريتمنت ماله symptomatic لأنه هي very painful. زين فلازم ننطي المريض في local anesthetic medication to decrease the pain of the condition. هاي واحدة. اثنين to avoid secondary bacterial infection لأن هي ألسر وأكو سلف للميوكوزا فلازم نشجع المريض يستخدم local antiseptic solution كان يكون mouth gargle يحوي على كلوروهكسيدين حتى لا يصير secondary bacterial infection. ممكن نضيف local steroid حتى abort the progression of the inflammation كان يكون أكو فد local steroid يسمى كينالوج in aura base اللي هو triamcinolone هذا يقلل لنا من الانفلاميشن of the ulcer. بحالات الميجر ulceration ممكن نضطر ننطي المريض systemic steroid to decrease the progression of the inflammation. مثل ما حكينا أي ulcer or ulceration persist or recur we should exclude malignancy and in young age group we should exclude HIV infection. آخر شيء ال syndromes اللي affect the pharynx عندنا فال symptoms syndrome معروف بالنسبة لكم اللي هو باترسون كيلي أو يسمونه بلامر فينسون سيندروم كنا خدتمه هو pre-malignant condition عادة affect the middle age female تعاني هالشكل مرضى عادة يعانون من chronic dysphagia. هذا chronic dysphagia ليش يجي من chronic infection أو inflammation which involve the hypopharynx. The part of the pharynx which involved in such syndrome هو hypopharynx more specifically هو post-cricoid region. بهاي region راح يصير في type of a chronic inflammation ينتهي a formation of web and structure ولهذا هالشكل مرضى يعانون من chronic dysphagia. The chronic dysphagia راح يخلون المريض أكل يكون قليل فراح يعانون من nutritional deficiency. من ضمن nutritional deficiency اللي يعانون بها هي deficiency of vitamin B and iron ولهذا هالشكل مرضى يعانون من iron deficiency anemia. فالفيتشرز اوف iron deficiency anemia راح نشوفها بهالشكل مرضى يكونون بالر كولينيكيا اذا نفحص الفينجرز مالتهم اكو انجولار ستوماتايتس اكو جلوسايتس كل هاي الفيتشر اوف iron deficiency anemia نشوفها بهالشكل مرضى
بالإضافة للكرونيك ديسفيجيا والويت لوس due to الستركتشر والويب فورميشن. الانفستيجيشن اللي نعملها جاء مريض مريضة ميدل ايج تعاني من كرونيك ديسفيجيا والمريضة عندها كل الفيتشر مال ايرون ديفيشنسي انيميا. خلينا ببالنا بلامر فينسون سندروم. اول شيء ندز المريض فور هي كومبليت بلاد بيكتشر، راح نشوف بالفعل اكو مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا اللي هي اوف ايرون ديفيشنسي تايب. نجي نفحص المريض اورال اكزاميشن ما راح نشوف شيء. نتوقع اكو المريض يعاني من ستركتشر او ويب بالهايبوفارينكس، ندزو فور باريموس ولو مثل ما تشوفون بالصوره اكو فد ويب ان ذا هايبوفارينكس بالبوست كرايكود اريا. اذا نجي نعمل اندوسكوبيك اكزاميشن راح نشوف هذا الويب مثل ما تشوفون زين، او حتى ممكن نشوف ستركتشر بالبوست كرايكود ريجن. هذه كلها تو كونفيرم ذا دايجنوستس. نجي على تريتمنت. اول شيء نيوتريشنال سبورت، نطعينه سبلمنتيشن اوف فيتامين بي اند ايرون تو كنترول ذا انيميا. هاي وحده. المريض يعاني من كرونيك ديسفيجيا دو تو ويب او ستركتشر، اذا كان ويب لازم نعمل له اكسجن، واذا كان ستركتشر نعمل له regular dilatation of the area to decrease the such dysphagia. المهم بالموضوع بالبلامر فينسون سندروم اللي ينذكر بكل المحاضرات اللي انت ممكن اختمها، لانه متاكد ان انتم ياخذيها بالجراحه وبالباطنيه، it is a premalignant condition. ولهذا such patient should monitor for life to exclude the possibility of malignancy. يعني تقريبا نسبه لا باس بها من المرضى، كتب تذكر 3%، كتب تذكر 10%، كتب تذكر ربع المرضى ممكن بالمستقبل تتحول المشكله الى تيومر يسمى بوست كرايكود تيومر. ولهذا هالشكل المرضى لازم بقيم اندر اوبزرفيشن فور لايف فور ايرلي ديتكشن اوف مالجنانت تشينجز. هذه النقطه المهمه بالبلامر فينسون سندروم. لهون بصراحه انا اكتفي بمحاضره اليوم.